أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن سعادته بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من دور سموه الأول للجامعات والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة وعكسه الجهد المتميز من فريق العمل الذي مثل اللجنة المنظمة واللجان العاملة والمتطوعين الذين عملوا بروح الفريق الواحد من أجل ترجمة توجيهات سموه لإبراز الحدث على الشكل الذي يخدم تطلعات سموه في تحقيق الأهداف والرسالة التي رسمها والتي ترتكز على دعم الشباب البحريني من طلبة وطالبات للجامعات عبر دفعهم وتشجيعهم لخوض منافسات هذه البطولة والتي تعزز لديهم الممارسة اليومية للرياضة واعتبارها نمطا صحيا يساهم في تحقيق المعادلة بين الجسم السليم والتعليم والتعلم. جاء ذلك في الحفل الختامي للدوري والذي رعاه سموه بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وعدد من المدعوين والمسؤولين بالقطاع الرياضي في المملكة وممثلي الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في هذه البطولة وكذلك مسؤولي جميع الجامعات 15 المشاركة في الدوري. وأضاف سموه أن الدوري دفع طلاب وطالبات الجامعات المشاركة لإطلاق العنان لقدراتهم الرياضية من أجل خوض المنافسات والذي كشف للجميع ما يمتلكه هؤلاء الطلبة من إمكانيات ساهمت في ظهور مواهب رياضية تخدم الألعاب الرياضية التي شهدها الدوري، مشيرا سموه إلى أن إطلاق هذا الدوري جاء ليجسد الخطة التي وضعها سموه في سبيل الدعم وتعزيز الرياضة بالجامعات وأنها نقطة البداية التي وجه من خلالها سموه لتشكيل اتحاد رياضي يعنى برياضة الجامعات ويهدف لاحتضان المواهب الرياضية وصقلها لتكون قادرة على تمثيل الوطن في مختلف المشاركات الرياضية المرتبطة بالجامعات على المستوى العربي والقاري والدولي في الفترة القادمة، مشيدا سموه بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة للارتقاء بالحركتين الشبابية والرياضية بالمملكة. اليوم هذا صحيح اسمه دوري ناصر محمد للجامعات، لكن انا استاذنكم وابغي رضاكم اولا ان نحول مسمى هذا الدوري الى الدوري الوطني للجامعات، بحيث اولا تكون عندنا رؤيه رقم واحد، والرؤيه هي ان يكون عندنا طالب متخرج من جامعه لكنه متفوق رياضياً ومتفوق أكاديمياً في نفس الوقت. رقم اثنين هي المهمة. مهمتنا بعد هذه الاستراتيجية أن نقضي على المعتاد ونقضي على ما كان يحصل ويقام في الماضي. في الماضي وحتى يومنا هذا الطالب يختار دربين، أما الجامعة أما الرياضة. إن سلك درب الرياضة ما حصل الجامعة، وإن راح للجامعة تأخر عن الرياضة، ما قدرنا نوفق بين القطاعين، ولكن الآن بعد هذه المهمة تجي عندنا مرحلة التنفيذ، وما في شك القطاع العام ولا بد من القطاع الخاص يدعمون بكامل الدعم، لأن الإرادة الملكية وإرادة قيادتنا الرشيدة أن احنا نتم هذه الاستراتيجية لمملكة البحرين. رابعاً التحدي لكم أنتم، أبغى أتحداكم كلكم، نبغي نتحدى جميع الجامعات جميع المعاهد في مملكة البحرين أن إحنا ممكن أن نصير قصة نجاح مثل ما صار، وأنتم يمكن أعلم الـ NCAA الدوري الأمريكي للجامعات هو دوري ناجح جداً يمول الدوري المحلي ويدور ويمول المنتخبات الوطنية بحيث انهم يصيرون لاعبين محترفين في المجال هذا.
فدوريكم هذا كان قصير جدا، لكن القصد منه هو ان احنا كنا بس نبغي التجربة. ولله الحمد استثمار جلالة الملك في المواطن البحريني ما يخيب دائما. انتوا رويتونا المنافسة الشريفة، رويتونا مستوى مبهر، الجمهور كان عظيم، واحنا كنا نتابعكم اول باول، والروح الرياضية عالية جدا والروح التنافسية كانت اعلى. فاشكركم على هذه المنافسة ما بينكم، وابارك للجميع كل فايز ما دام دخل هذا المجال. لكن الاهم الان ان شاء الله، يعني دعم ان شاء الله القيادة، احنا راح نحول باذن الله هذا الدوري، ورؤيتنا ان شاء الله يتحول هذا الدوري الى العام الدراسي كامل، وليس فقط 3 أسابيع بس، طول فترتك انت في الجامعة موجود او في هذا المعهد انت راح تدخل وتنخرط في هذا الدوري الرياضي وتمارس الرياضة، بحيث ان اقدر انا اسمح للرياضي يمارس رياضته وايضا يحصل على جامعته العلمية، ويحصل ان شاء الله الوظيفة اللي هو يطمح لها، ويحصل المستقبل اللي هو يطمح له، وندخل ان شاء الله ايضا في مجالات الرياضة، لان الرياضة علم وثقافة، فاحنا لازم نطور هذا المجال. فاحنا يا جماعة احنا بخير ما دام شبابنا هذا هو، ما دام شبابنا بهذه النوعية، واحنا بالعكس نطمح للمزيد، ولا نخلى من اشواركم ولا نخلى من ارائكم. وترى هذا الشعور وهذا الرأي شهادة أمام الله وثم أمامكم، ما كان مني أنا شخصياً، كان أحد من شبابكم اللي أعطاني هذه الفكرة، وأنا أعطيه هذا الكريدت، لأن فعلاً هذه الفكرة جداً ناجحة، وإحنا نتمنى إن شاء الله أفكار أزيد عشان نستثمر بشبابنا لمستقبل مملكة البحرين. أنا من المؤمنين